السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم في VIP جروب قناة أرزاق وأعمال، أعمال وأرزاق. اليوم نبدأ طريقة جديدة هي تسهل جدا على الدروب شيبينج، اللي بيعمل دروب شيبينج تجارة إلكترونية. هذا أداة ممتاز جدا تسهل عليهم جمع المعلومات عن المنتوج اللي حابين يبيعوه بسهولة ثم بيعه. الدروب شيبينج بيعتمد على الفرق بين موقعين، مثلا موقع اي بي موقع AliExpress، فرق السعر، وممكن يلقوا مثلا منتوج رخيص جدا في AliExpress ويبيعوه بسعر اعلى في اي بي او في امازون او في اي موقع اخر. هاي الشغلات ممكن تتعلموها عن طريق الانترنت او في دورات معينة للشباب اللي بيعلموا التجارة الالكترونية على في اي بي او على اي بي. احنا هون الموضوع تبعنا آخر ويختلف. إحنا عندنا أداة اللي هي تساعد هذول الشباب، طبعا هذا شيء متقدم جدا، المجموعة تبعتنا المتقدم اللي صارت متعلمة هذا الموضوع، متعلمة التجارة الإلكترونية، وسبلها أداة تقدم فيها. هذا أداة ممكن نجد كيف نجد عندنا هون فين البرودكت، كيف نجد منتوج، كيف ندرجه عندنا على الليست، كيف نطلعه بعدين. ما معنى ذلك؟ خلينا نبدأ. مثلا عندنا دروب شيبينج برودكت، نبحث عن دروب شيبينج برودكت، منتوج لدروب شيبينج. تظهر عندنا هذه القائمة اللي هي فيها اي بي، امازون، اليكس بريس، وول مارت، كوستكو، فيسبوك ماركت بليس، كريج ليست. في كثير مواقع هنا، مش راح ندخل في ولا واحد، اللي يعني واحد اثنين بس مشان نشوف التجربة مش اكثر. انا بجي حابة افرجيكم التجربة. نختار كيورد، مثلا نكتب مثل ايفون، انا عارف ايفون 6 فقط على سبيل المثال، فقط على سبيل المثال شباب. مثلا نضغط على الاي بي، مثلا نشوفه في اي بي، الايفون 6 في اي بي مثلا شو سعره او كيف المنتوج نفسه. بنلاقي هون ايفون 6، ايفون 6، ايفون 6، ايفون 6، من الكثير. اوكي، خلينا نفرض ان لقيناه مثلا في اي بي، هون امازون مثلا برضه موجود، فاهم؟ نضغط على امازون، تضغط على اليكس بريس مثلا، هاي في امازون مثلا، هاي ايفون 6 $149. اوكي، نرجع لاي بي مثلا. طبعا كله سريع وخبطة زر، يعني خبطة زر واحدة ممكن تلاقي كل المنتجات هاي على السريع. طبعا بحث سوق هاي بتعمل لحالك، انت بتشوف وين في رخيص وين في ملائم لك، وهاي الشغلات عليك. احنا حاليا نعطيك بس الاداة كيف تشتغل. فرضا ان عجبك هذا المنتوج، لقيته رخيص، احلى واحد حاب تبيعه في موقع ثاني. اوكي، تضغط عليه هيك، تفتح في صفحة جديدة. اوكي، بس مشان ناخذ اللينك تبعه، كوبي اللينك تبعه من ايدي. اوكي، سكر الصفحة، نرجع هون على insert new product، ندرج منتوج. ما احنا حكينا عن ايفون مثلا، نكتب اسم المنتوج ايفون 6 بس كاسم مثال، نحط الايرو ليه او اللينك اللي اخترناه من اي بي، اللينك تبع منتوج في اي بي. اوكي، مثلا اذا كان سعره في اي بي مثلا، خلينا فرضا $50. اوكي، فانا بدي اربح هون مثلا، بقرر قديش بدي اربح، مرتين، ثلاث مرات عليه مثلا، اكثر من السعر مرتين ونص، زي ما بدي. ممكن امحاها مثلا، نكتب مرة ونص فرق السعر حسب المنتوج. طبعا اذا بدي اربح مثلا سعره $50، بدي اربح مره ونص اكثر، بيطلع سعر الجديد بدل 50 75 بشكل اوتوماتيك. هون مثلا بقدر الماني فور ادز، يعني ممكن يكون هناك دفع للدعايات، او انه ممكن يكون اي بي فيز او بايبل فيز اللي هي الضرائب تبعت اي بي تنخصم. هون الربح تبعك صافي، قديش تربح انت. اوكي، هذا بعد الحين حاليا ممكن خزنه. هل المنتوج لقيناه اوكي عجبنا وكل تمام، خزناه وقديش بدنا نربح عليه، وقديش بدنا نخزنه عندنا في اكسل. اوكي، وبعد فيهم كمان معلومات ممكن نعملها بس حاليا لا. مثلا انك تحطه added to inventory، نخزنه في inventory، هون تخزن، نفتح inventory، هاي موجود عندنا بسرعة. هاي الايفون 6 وين موجود في اي بي، سعره 50، الاصلي سعره اصلي 50، اورجنال برايس 50، بدي نربع عليه مره ونص اكثر، بيطلع سعر جديد 75. هيك شغلات، هيك شغلات، هيك شغلات. مثلا
يور ستور، ممكن نضيف ان الاورال تبقى ستور، الشورت لينك زي ما بدنا. اوكي، عندك هاي طويله. بعدين ممكن تخزن عندك في الكمبيوتر، هيتعمل لك مثلا كذا منتوج، ترجع نفس القصه انسير، تدور على اكس بي اس كمان منتوج كمان منتوج كمان منتوج. اوكي، تخزن كمان 20 منتوج 30 منتوج زي ما بدك، كله على السريع. تعمل مثلا تخزنه في الكمبيوتر تبعك. اوكي، تسمع تكتب اسم الليست مثلا، ليست مثلا اي بي، انا عارف المنتوجات اي شيء، تكتب سيف من اكسل يتخزن عندك. اوكي، هذا بالنسبة لل ايجاد منتوج او اضافة منتوجات لقيناها على ال على اي بي او على امازون للبيع والدروب شيبينج بسرعة هائلة عن طريق هاي الأداة. وحياكم الله، تابعونا في القناة، اعملوا سبسكرايب، اعملوا لايك اذا بدكم، تابعونا، احنا دائما نضيف اشياء جميلة جدا. ممكن نحكي على الاكس بريس اللي في الساعة موديل طويل جدا، ودروب شيبينج وايبو وامازون، هيك شغلات قوية وجديدة جدا وحصرية على هاي القناة، في اشياء جدا ممتعة. وحياكم الله واهلا وسهلا فيكم جميعا.